الخوف من المجهول، الخوف من القدر المحتوم، تلك هي المسألة. أنا قلت المستشار مرتضى منصور توفيق عكاشة دول سينتهي دورهم العام الجديد 2016. هل توافقون على إخراج النائب من الجلسة؟ يخرج النائب من الجلسة. وفاجأت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أنا قلت أولا أن الرئاسة، أنا أرى أن المرأة هيلاري كلينتون في رؤية اتضحت لي مؤخرا أنه سيحدث انقلاب في آخر لحظة لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. سنة 2017 تبدأ بيوم حد، السنة دي بتحصل فيها حرب كبيرة، وهي بتقول بقى لنا 5 شهور ده ارتباط هيكمل، بس مش هيعملوا خطوة تانية زيادة عن كده إلا بعد شهر 9. السنة فاتت قلنا انقلاب على أردوغان، السنة دي انقلاب ناجح على أردوغان ورئيس جديد لتركيا. هل هم منجمون أم فلكيون أم مشعوذون؟ الإنسان بالطبيعة يرغب في معرفة المجهول وخاصة المستقبل، وبناء عليه هو بينتظر أي حد يقول له هذا المستقبل بيقول إيه. الناس اللي بيتعاملوا مع الأبراج انقسموا لقسمين، وأنا بعتبرهم الاثنين خدوا الإكستريم. ناس مصدقين بقوة وبشدة كل حاجة من الأبراج صح وبيعتبروها صح وبيصدقوها، واللي دايما بينشروه عن برج العذراء مثلا متوافق جدا مع شخصيتي، فكل يوم بيزيد إيماني بالموضوع أكتر. بحب أطلع على توقعات السنة الجديدة، بنتظر أحداث معينة، لو أحداث سعيدة بنتظرها طول السنة. وناس تانية رافضين بشدة وأي حاجة من الأبراج غلط وكذب وتخريف. لو هم عارفين الحاجات دي اللي بتحصل للشخص ده، هم الحاجات دي عارفوها منين؟ في ناس عندي بتكلمني تقريبا اللي هو ممكن يكون بيكلموني كل يوم أو يوم أو يوم لا، علشان يتابعوا الحالة الفلكية بالنسبة له. وفي ناس بتقول لي يعني إن هم بيشتروا جورنال مخصوص علشان خاطر يقروا البرج بتاعه. كان لي علاقة برضو بحد من الأبراج اسمها لينا، طلبت مني إن أنا أقول لها أحكي لها كل حاجة عني. لقيتها بعد كده جاية تتكلم معايا وبتقول لي انت هيحصل معاكي كذا، هيحصل معاكي حاجات كتير قوي، وفعلا بعديها بفتره حصلت معايا الحاجات دي. فمن ساعتها انا اتعلقت قوي بالموضوع وبقيت متاثره بيه جدا. اذا انت عايز تبقى محدود الخيارات وسايب الابراج تحركك، امشي واختار ان البرج ده يساوي البرج ده براحتك. في ناس كتير بتكون محتاجه حد يديها امل في حاجه معينه، فبيتصلوا بيهم بيطلبوا منهم ده من غير ما يكونوا عارفين مدى حقيقه المصدر ده. واحد يقول له ان السنه دي هيبقى سنه مناسبه للزواج، هيبقى عينه بحلقه يدور على بنت الحلال في وسط الناس اللي بتقابله، واول ما يلاقي توافق هيروح يصدق، ما زي ما يقولوا ياخد الحدث ويبتدي يستمر. لو تقدم لي حد ممكن ان انا او اكيد ان انا هساله برجك ايه، وهبدا ادور على النت على توافق البرج ده مع برجي والعلاقه هتكون عامله ازاي. لو لقيت ان البرجين مش متوافقين مع بعض تماما، مش ممكن اخد القرار ان انا انهي العلاقه عشان الابراج مش متوافقه، بس ممكن ياثر عليا انا في التعامل فاوصل لنفس النتيجه في الاخر. كل يوم الصبح بفتح الموبايل وبخش على برجك اليوم ايه هو وحظك اليوم ايه، وحتى كمان لما بكون مثلا داخله في علاقه ولا حاجه، اول حاجه بعملها انت برج ايه، بشوف برجي ونسبه التوافق اللي بيني وبينه، وساعتها بقى بفضل طبعا قاعده افكر لدرجه وانا بتكلم معاه بقول انت بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا. ممكن تخليني اكره شخص من غير ما يكون فعلا وهذا الشخص يكون بريء 100%. التوافق دون حلال موجود، في اتنين هيتوافقوا مع بعض، ايه الدور دين في كده، ايه الحرام في كده؟ مفيش حرام، انا ما بسحبش لحد، انا بكشف له الطابع. بيقولوا انه في اشخاص واحد ناري مع هوائي لا يتفق. الحقيقه انا هقول عن نفسي كشخص ان انا من مواليد برج القوس وزوجتي من برج العذراء ومتوافقين 100% 100%. لو قريت انه كاتب لي انتظر حادث سياره قريبا، ما نسبه الحوادث كتير في الحياه، ولكن انا نازل مهيئ ده بيقولوا حادث سيارة، علميا أنا كده بدأت أفكر في حادث السيارة واستحضره في خيالي وفي دماغي وفي طاقتي. لو أنا قريت إنه في هيحصل لي حادثة النهاردة أو هيحصل لي حاجة مش كويسة، ممكن إن أنا منزلش من البيت أو ألغي اليوم أو ألغي الأحداث اللي أنا كنت هتعامل معها تماما. وبالتالي لو حدث، لو دخلت في زحمة وفي لخبطة ممكن يحصل فيها حادثة، أنا في اليوم الطبيعي كان عقلي صاحي وعقلي مركز، فكنت هاخد رد فعل قوي سريع يحميني.
دلوقتي بقى في فكرة معرقلة، الرد الفعل بتاعي هيكون ضعيف، هيبقى مش زي العادة، فيحصل حادثة لأن أنا اتأثرت بالكلمة، فهفكر إن ده الكلام بتاعه هو اللي صح. هلع الناس على مطالعة الأبراج، كل ما غمض أمام الإنسان يبحث عن التعرف عليه. لو قاعد يقول انتبه يا مولود برج كذا، انت يوم شهر الثلاثة الجاي هيبقى شهر جحيم ولخبطة ومشاكل في حياتك، ويقعد الناس في رعب، ده من عالم الشعوذة. برج الثور المشاكل اللي كانت عنده حلولها كلها هتتحل في 2017. الناس الذكية قوي واللي شاطرة في شغلها هتلاقيها ملهاش حظ في الحب. برج الحمل السنة الجاية أبواب الزواج مفتوحة ليهم، أفضل شهور السنة 1 و4 و7 و11، بنحذرهم من شهر 9. ضرب بالغيب، انتشارها على الفاضي والمليان بهذه الطريقة التي تستغل فيها الفضائيات، ده بالتأكيد تخرجها عن المنطوق العلمي اللي انا قصدته من اخوان الصبر. بعد ما بيتجوزوا ما بيلجوش للاستشارات الفلكيه، بتلاقيهم مشاكل في محاكم الاسره والطلاق واتبهدلوا واتجوزوا تاني واولادهم اتشردوا الى اخره. هتخسروا ايه؟ هتخسروا ايه؟ هو مش حرام وعلماء الدين حللوها ان احنا نستشير فلكي نديله الاسم وتاريخ الميلاد. يا يا لا. فلان هيتزوج او مش هيتزوج، فلان هتطلق او مش هتطلق، فلان هيموت ولا هيعيش، هذا نصب ودجل واحتيال باسم العلم. من ضمن الحاجات اللي برضو توقعتها ان سيادة الرئيس السيسي هو اللي هيبقى الرئيس ده في 2014. ما فيش ولا حد من خبراء الابراج، كلهم كانوا مصرين ان هو مش جاي. اجي ناس سواها مني قالوها اول ما مشيت رشح، لا قايلها من زمان، واعلاميين كبار طلعوا فوقه انا قايل وهو لسه في اول ما حدش يعرفه. المشاع فتحي السيسي هو الاصمه قوي المؤسسه العسكريه، الفريق الاول فتحي السيسي صاحب مصر ويصل قادم. الوفيات القادمه طبعا انا قلت من لبنان الياس الرحباني، فيوز، يوري موقدي، حسن نصر الله بالسرطان، سامي الجميل نائب قضاء المتن في ظروف طبيعيه، اميل لحود. الفنانين لازم متوقع دي توقعات دي 2016، هم خالد الصاوي وبوسي ونجلاء فتحي وعزه تابعوه في محمود حميده تمام، واعلامي مصري بالسرطان. دي كانت توقعات الفتره القادمه. الفلك لا علاقه له بتصاريف الامور ولا بأقدار الناس ولا بمستقبل العباد. لما يحبوا يتكلموا عن رئيس أو عن مسؤول أو عن أي شيء، هو عنده ذكاء إنه بيلم إيه اللي ممكن يتكلم فيه ويستطيع أن ينجح إذا صدف. جميع زعماء مستوى العالم حتى رونالد ريغان، فرانسوا ميتران رئيس فرنسا السابق، كلهم بيستعينوا بالفلكيين، ازاي يروحوا وازاي يجوا، مش عيب ده، يعني دول متقدمه صناعيه. جميع المخابرات على مستوى العالم بيستخدموا فلكيين، وفي بعض الدول اللي هي العظمى بيستخدموا كمان صحراء. انا بقضي تدريجيا على وجود الله واتجه الى الالحاد الفكري. ليه؟ لان هناك طاقه اخرى غير الله الذي يحكم كل امور الانسان في الارض، الى انسان يقود الانسان الاخر الى الله اعلم، يمكن الى الهويه. الناس بتسال التعديلات الوزاريه الجديده، انا متوقع في جميع الاحوال 2017 دي توقعات لسه جايه، حكومه عسكريه بالكامل، على راسها رئيس وزراء عسكري تماما. من هو؟ انت عارفين توقعاتي انا الوحيد على مستوى العالم اللي بحدد بالاسم وبقول صادم، انا بقول لك هو اللواء اللي هو وزير الانتاج الحربي محمد العسكري. الاتجار في الممنوع انا بعتبرها دي اصعب من تجاره المخدرات. في الاعمال داخل وخارج مصر بديهم كورسات في الموضوع دون، بكشف لهم بتنبأ لهم بالاسهم صعودا وهبوطا. كل دون ايه الدجل فيه الشعور؟ طيب انت بتعلم الغيب، طب ما هو اولى بحضرتك ان كنت انت تعلم الغيب انك تجلب الخير لنفسك او تدفع الشر عن نفسك. طب الاجهزه لو بتستعين بيك يعني كما تدعي، طب ما كنت درأت عن 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 مصر الشر ده كله. هي مش خدعة، هو ممكن تبقى خدعة لو الناس اللي بتشتغل في الموضوع ما درسوش. من يأتون في البرامج التلفزيونية هم المنجمين. أنا ما بعملش أعمال. يعني بقول لك الطريقة أو البلان إزاي هتتعاملي مع الشخص ده عشان تكسبيه. أنا باحث أو حاسب فلكي. الذين يدعون أنهم فلكيين لا يمتوا إلى الفلكيين بصلة، بيعرفوا فقط من علم الفلك حاجة واحدة بس، اللي هي أبراج التي تتحرك فيها الشمس على مدار السنة.
القمة المفروض بيت حظه في البيت الأولاني، هو متواجد في البيت السابع المقابل، بنسميه القمة مش محظوظ، بيؤدي للإنسان يحدث عندك عدم استقرار في الجواز، وقد يؤدي لأنك تتجوزه مهتم. قارئة الفنجان نفس الشيء، هل يستطيع إنسان أن يقول أن الفنجان هيتحكم في حياته؟ يا جماعة ما الحظ يبقى معاندنا بلاش نعنده، هناخد ثانية من وقتك أبراج الحظ شوف بختك، برج الأسد هنا في الطالع رقصوا يابا خرابوا الشارع، برج السرطان كان فرحان معنا يا ناس في المهرجان، برج الحمل عنده الأمل ومحدش عمل له العمل. بطلوا كلام فاضي بقى.